الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم فيها أحمد العنزي. والبداية دوما بأبرز العناوين. أمير البلاد يبرق مهنئا العاهل السعودي باليوم الوطني. احتفالات وفعاليات كويتية للمشاركة بالفرحة السعودية. الكويت أمام مجلس الأمن، أوضاع اليمن الإنسانية مقلقة. عشرات القتلى بهجوم استهدف عرضا عسكريا إيرانيا. المركز الأول لديوان المحاسبة الكويتي في منظمة رقابية. وفي النشرة، غيوم أركامية وعاصفة رملية تجتاح العبدلي. بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى السنوية 88 لليوم الوطني والتي تحل غدا، هنأ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات وعززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للمملكة. وقد أكد أمير البلاد في برقيته على عمق أواصر العلاقات التاريخية المتميزة وعلى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. هذا وتوالت التهنئة الكويتية للمملكة على مستوى رئاسة مجلسي الأمة والوزراء، فيما بدت مظاهر الفرح الكويتي باليوم الوطني السعودي جلية على أبراج ومؤسسات وشوارع البلاد. وقد اكتسى بنك الكويت المركزي بوشاح من الأنوار احتفاء باليوم الوطني السعودي، كذلك شاركت بلدية الكويت في الاحتفالات السعودية عبر رفع أعلامها في أسواق المباركية وبعض الشوارع الرئيسية. كذلك عدت البلدية برنامجا بالتعاون مع وزارة الإعلام يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات، منها حضور فرق شعبية لإحياء هذه المناسبة، بالإضافة إلى بث الأغاني الوطنية السعودية من خلال بعض شاشات العرض. تحت عنوان تعاون مثمر بين الداخلية والنيابة، يكشف المتورطين بالمستندات والفواتير، نشرت صحيفة الرأي في عددها الصادر اليوم أن التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية أثمر عن بدء أولى خطوات استرداد ملايين الدنانير من المتهمين في قضية ما يعرف بضيافة وزارة الداخلية. وأوقفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء أول أمس العميد عادل الحشاش بناء على أمر من النائب العام على خلفية القضية. وكشفت مصادر مطلعة للرأي أنه تم حجز الحشاش في إدارة المباحث تمهيدا لعرضه على النيابة العامة بعد توقيفه مساء أول أمس خلال زيارته منزل أحد أقاربه، مشيرة إلى موقفين آخرين على ذمة القضية، بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية.
وأفادت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة التي بدأت منذ إحالة ملف القضية إليها في مارس الماضي لم تتوقف، مبينة أنها بدأت استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم. وبينت المصادر أن نحو 17 مليون دينار في حساب متهم واحد وعشرات الملايين في حسابات أخرى، وقد تم استدعاء موظفين يعملون في الداخلية وخارجها على خلفية القضية. قال مندوب الكويت الدائمي لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيشارك ممثلا عن أمير البلاد في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أوضح العتيبي أن الشيخ جابر المبارك سيلقي كلمة الكويت أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، مضيفا أن وفد الكويت سيشارك في اجتماعات للمنظمات التي تنتمي إليها الكويت كمجلس التعاون الخليجي بصفتها رئيسة للدورة الحالية، إضافة إلى اجتماعات إقليمية أخرى. وفي نيويورك أيضا أكدت الكويت أن الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص وصلت إلى مراحل غير مسبوقة من المعاناة. وخلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن قال السفير منصور العتيبي أن هذه المعاناة بسبب ما تقوم به جماعة الحوثي باستغلال الطرق الخاصة بمسارات المساعدات الإنسانية وإعاقة واضحة ومتعمدة لوصول المساعدات للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من شبح الجوع وخطر انتشار الأوبئة. ومن الأوضاع في اليمن إلى إيران، حيث قتل 29 شخصا وأصيب العشرات إثر هجوم استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران. واستهدف الهجوم الذي نفذه مسلحون يرتدون ملابس عسكرية في منصة احتشد فيها المسؤولون الإيرانيون لمتابعة الحدث، والذي يقام سنويا بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية. وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية مقتل المهاجمين الأربعة، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، غير أن متحدثا باسم الحرس الثوري قال أن منفذي الهجوم لا ينتمون لداعش وهم على صلة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وفقا لما نقلته سكاي نيوز. بدوره قال المرشد الإيراني علي خامنئي أن أيادي حلفاء أمريكا في المنطقة تقف وراء الهجوم، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده سترد بسرعة على الاعتداء. وفي الشأن المحلي، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق المجلس الشبابي ليكون بمثابة منصة شبابية يعبر من خلالها الشباب عن قضاياهم وتطلعاتهم، ويطورون شراكاتهم مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. أضاف الجبري أن المجلس سيتألف من مجموعة من خيرة شباب الكويت تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 عاما، بهدف بحث القضايا والملفات الشبابية ذات العلاقة المباشرة بهم واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وفق أساليب علمية فعالة. ديوان المحاسبة حاز على المركز الأول في عضوية مجلس المديرين بالمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا، وذلك في انتخابات جرت بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وأفاد كبير المهندسين بإدارة الدعم الفني بالديوان رشيد عبد السلام بأن الكويت ترشحت مع 6 دول أخرى لانتخابات مجلس المديرين، وأسفرت النتائج عن فوز ديوان المحاسبة وحصوله على المركز الأول.
موضحا أن هذه النتيجة تؤكد مكانة الديوان المرموقة في الإقليم بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها في تطوير أدواته الرقابية. ناشدت وزارة الداخلية قائد المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار. وقد أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة رملية اجتاحت منطقة العبدلي شمالي البلاد، بالإضافة إلى غيوم ركامية أدت إلى هطول زخات متفرقة من الأمطار عصر اليوم. لنتابع جانبا من تلك الأجواء. هذه كراسينا تقلبت يا الربع، انا اتوقع الهواء 80 اكثر من 80. كرسي حديد طار. ٢٢/9/2018 كل شيء طار. لا اله الا الله، هذا الحين الساعه 2:30 تقريبا. شوف شلون الدنيا، الساعة 2:00 اليوم 22/9/2018. لا إله إلا الله. الاعتدال الخريفي يصادف يوم غد الأحد، حيث يتساوى الليل والنهار في الكرة الأرضية بشكل عام بسبب تعامد الشمس مع خط الاستواء الأرضي، والذي يستمر عدة ساعات فيما تكون درجة ميل أشعة الشمس صفرا. وأوضح المؤرخ والفلكي عادل السعدون أن كل من يقطن على خط الاستواء هذا اليوم لن يكون له ظل لعدة أيام، ومن ثم تبدأ الشمس بالنزول باتجاه مدار الجدي حتى تتعامد عليه. ولفت إلى أنه في 21 ديسمبر المقبل يحدث الانقلاب الشتوي، ويكون النهار في غاية القصر والليل في غاية الطول. وللحديث عن هذه التقلبات ينضم إلينا في الأستوديو الباحث والخبير الفلكي الأستاذ عادل السعدون، حياك الله معنا. يا هلا فيكم، مرحبا. يعني أولا بداية أستاذ، يعني شاهدنا قبل قليل غبار في منطقة العبدلي، ما سبب هذه التقلبات في هذه الفترة؟ الحقيقة يعني الكويت عموما خلال الفترة ما تشهد حدوث غبار بهذا الشكل اللي شفناه اليوم في، يعني هذا يعتبر حدث نادر، لأن دائما الأجواء من خلال شهر 9 و10 وأول أسبوع 11 ما تكون رياح سريعة، تكون رياح هادية، يعني يعتبر أهدى الأيام في السنة كلها تقريبا. بس هذا اللي حصل اليوم نتيجة أنه كان في هناك مناطق ضغط منخفض في غرب الكويت والجزيرة العربية، أيضا في شرق الكويت على إيران والمناطق الشمالية في العراق، أدت إلى هبوب وأصبح مثل جبهة هوائية ما بين المناطق، يعني حالة جوية استثنائية. طيب الناس الآن تقول يعني في مثل إذا دلق سهيل لا تامن السيل، والدرجة درجة الحرارة الحين 50 و49 48، صحيح. وين السهيل؟ هو يعني كلمة دلق سهيل هي الحقيقة مو حق الكويت. احنا نعرف طبعا يعني دلق سهيل مو حق الكويت، مو حق الكويت، لا. اوكي. ابائنا الاوليين لما يو من نجد قبل 200 سنه واكثر واستوطنوا بالكويت، جابوا معاهم هذا الفكر مال المواسم والمنازل وهذا الانواع والاجواء، ومن ضمنها هذا، لان المطر الحقيقه يحصل في اذا دلق سهيل اللي هو 24/8، فأنت عندك دليل أن بالكويت 24/8 ما يبين، لكن في جنوب الرياض وتحت في الوادي الدواسر وغيره تحت يبين في تاريخ 24/8، بس بالكويت ما يبين. هذا دليل أن احنا ناقلينها من منطقة الجزيرة العربية.
ولهذا السبب ان هناك فعلا يصير امطار، يعني لان موسمهم يختلف عن موسمنا، بالتالي تنزل امطار يصير سيول جنوب من الرياض والجنوب انت رايح. بس هو هذا المثل احنا قاعد نستخدمه، يعني اذا دلق السيل لا تامن السيل. يعني ممكن هذا المثل ينطبق في مناطق من الجزيره العربيه لكن ليس من بينها الكويت، لكن مستورد هذا المثل اساسا للكويت. هو كله الدليل يعني ان الانواع والمواسم ما في مطر، يعني الانواع والمواسم كلها اللي قاعد نستخدمها ومنازل القمر كلها مستورده من هنا. الحين الفتره اللي احنا فيها يسمونها فتره الصفري، وتكثر الامراض والنشله وحتى الاطفال اللي يسخنون في البيوت، يعني سبب هذه الفتره تحديدا؟ هو الحقيقه يعني ما في هناك دراسه محكمه اللي يعني تعطيك مؤشر عام تقول لك هذا السبب، لكن بشكل عام في هذه الفتره في شهر 8 و9 هناك اللي هي فتره اللي بالصيف، يعني فتره النباتات الحمضيه مثل الحمض والهرم وغيره، هذولا هذا وقتهم يطلعون أزهار ويطلع طلع، فيعتقد وليس 100% يعتقد هذا أسباب أنه يصير تسود حالة من في المنطقة أمراض الحساسية نتيجة هذه الحبوب اللقاح، وفي أمراض أيضا يعني تؤدي إلى خطيرة يعني إذا ما لم تعالج، الربو وغيرها و... يعني مو ربي، هو الحساسية إجمال عام، يعني عندك الأنف يشتعل، الجيوب الأنفية، العطس طول النهار وعدم الراحة، ارتفاع درجات الحرارة. هو فعلا هذه الفترة يسمونها فترة صفري. إيه بس لحين ما بدأت فعليا يعني. طيب غدا يتساوى الليل والنهار، يعني في هذا الموضوع دلالة على أن سيكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة؟ هو أكيد، يعني أنت الآن النهار قاعد يقصر، احنا بالكويت يتساوى الليل والنهار بتاريخ 27 سبتمبر، يعني مو باكر فعلا راح يصير الاعتدال الخريفي على الكره الارضيه بشكل عام، بس يعتمد على موقع الدوله، فراح يصير عندنا ب 27 سبتمبر يتعادل الليل والنهار يتساوى، وبعدين كل يوم ينقص النهار والليل يطول، معناته احنا تعرضنا لاشعه الشمس خلال النهار قاعد تقل، ولهذا السبب يبدا الجو يبرد. الباحث والخبير الفلكي الأستاذ عادل السعدون، شكرا جزيلا لك. حبيبي الله يسلمك. اعتاد عبد العزيز الراشد على تقديم وجبات طعام منتظمة للطيور التي استضافها في حديقة منزله بمنطقة المنصورية، إلى أن خلق مع مرور الوقت علاقة ارتباط وثيقة مع مئات الطيور التي يقوم بترويضها في مشهد يعكس رسائل عدة تؤكد أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية. خالد الفارس والتقرير التالي. كي يكون التغيير فاعلا من المفترض أن يبدأ الإنسان بنفسه، فهناك العديد من الوسائل التي تمكنه من المحافظة على البيئة. عبد العزيز الراشد أخذ على عاتقه الاهتمام بترويض الطيور، حيث جعل من حديقة منزله مكانا آمنا لها تحصل فيه على الطعام من يده بكل أمان وثقة. القبي كنت أشتريه، أنا أدري أنهم يأكلون القبي، كنت أشتريه، كنت أعطيهم وأحط هذا وأروح على مسافة وأحط له القبوي ويأكل. بعدين تطورت العملية، أنا شفت بدأ يصير استهلاك قوي، بديت أروض وايد وقام يجوني وايد، فهذا كان يخليني أستهلك وايد، منها فكرت أني أنا أنتج. الحمد لله أنا أنتجت، وما قصروا بعض الشباب علموني الطريقة، عندي كانت واجهني بعض المشاكل والحمد لله تغلبت على المشاكل، ما قصروا الشباب ومن توجيه طيب يعني، والحمد لله بديت أنتج ألاف من القبابي والعتولة. أول ما بديت مع الحمامي العربي الصرد الرمادي غريش رايك، فبديت وياه وشفت فيه تجاوب، مع الوقت لاحظت في تجاوب من الطيور، وبنفس الوقت لقيت اختلافات بين الطيور، وأحيانا اختلافات بين الطير النوع الواحد، يعني في حمامي يقرب في حمامي ما يقرب. يعني آخر طير روضته بالكامل وياكل من إيدي وكل شيء كان الهدهد. الهدهد من شفته حسيت إن هذا ممكن يتروض، وفعلاً أول 5 دقائق تجاوب معي. طبعاً الزرازير والبلابيل هذول حدث فلا حرج. آخر شيء اللي الحين آخر شيء كان الفاختة اللي يسمونها هي فاختة النخيل، لافينغ دوف، هذه تروضت، بس مو الترويض الكامل. الترويض الكامل اللي انا اقصده انه طير ياكل من ايدك ويروح، هذا الترويض الكامل.
طبعا هم الحمامي مثل ما قلت لك حمامي الرماني القفصي الاشول الذبابي الشوله المردم حميره جناح حميره راس حتى شو اسمهم بلابين القصب كانوا يقعدون يمي بيني وبينهم نص متر وعلى شبر ياكلون تمر اعطيهم تمر وياكلون. وهذه نصيحة يعني إن شاء الله نقولها بعدين أهمية التمر إنه يبقى في النخيل. أكو بعض الناس تشيله اللي مو محتاج يخليه. اللي يعيش في البيئة الكويتية هو معروف الزرزور. أما اللي استقر حديثا هو البلبل. إحنا اليوم نشوف البلبل في كل مكان قبل ما كان موجود. طيور الربيع طبعا عندك مثلا الرماني هاي طيور المهاجرة يعني الربيع وسهيل تسمونهم طيور السهيل. الرماني، القحافي، طيور الصرد هذه كلها الحسيني، الأشول، القفصي. خالد الفارس الراي. قام الكويت يراوح عند مستويات قياسية. تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. بالتزامن مع إعلان هيئة أسواق المال بدأ إدراج سوق الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية. قالت شركة بيان للاستثمار أن متوسط قيمة التداول في بورصة الكويت حقق نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغ 196% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليبلغ 51 مليون دينار كويتي. وأوضحت الشركة في تقريرها أن الأسبوع الماضي شهد استمرار تباين أداء المؤشرات وسط ترقب واضح لانطلاق ترقية البورصة، كما بينت أن هذا التباين جاء في ظل استمرار عمليات التجميع على الأسهم القيادية والثقيلة، لا سيما الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 76 دولارا و72 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 10 سنتات لتبلغ عند التسوية 78 دولارا و80 سنتا للبرميل. فقد الوسط الاقتصادي الكويتي والاجتماعي الخبير والمحلل المالي عدنان الدليمي الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان. يذكر أن الفقيد كان قد أجرى عملية زراعة نخاع في مستشفى جامعة لندن بالعاصمة البريطانية. رحمه الله رحمة واسعة وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. القادسية يتخطى التضامن بهدفين. التفاصيل في الرياضة بعد قليل. تخطى فريق القادسية نظيره التضامن بهدفين نظيفين في انطلاق الجولة الرابعة من دوري فيفا لكرة القدم. وأنهى الأصفر الشوط الأول بهدف سجله قائد الفريق بدر المطوع، فيما تكفل البديل وفي أول مشاركة له مع القادسية يوسف ناصر بالهدف الثاني. وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي التضامن على رصيده السابق دون أي نقاط. توجه وفد منتخب الكويت للمعاقين إلى فرنسا للمشاركة في بطولة العالم للرماية المقرر انطلاقها في مدينة تشارو الفرنسية الاثنين المقبل والتي تستمر عدة أيام. وقال نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس الوفد المشارك بالبطولة ناصر العجمي قبيل مغادرة الفريق أن البطولة تشمل مختلف مسابقات الرماية الخاصة بذوي الإعاقة وتشهد مشاركة أفضل رماة العالم، مشيرا إلى أن اللاعبين استعدوا جيدا وكثفوا تدريباتهم في الفترة الماضية بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق.
وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتوقف مع حالة الطقس وزميلة سارة شقرة، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. تعرضت الحدود الشمالية في دولة الكويت في مزارع العبدلي إلى عاصفة ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر، وهذا كله بسبب السحب الركامية باصطحاب أيضا الرياح النشطة الهابطة اللي نفس ما قلت لكم أدت إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ورح يستمر معانا هذا في المناطق الصحراوية وفي الحدود الشمالية. ننتقل حين مشاهدين إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 32 درجة مئوية شمالا وجنوبا في مزارع العبدلي والوفرة 28 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 30 درجة مئوية، في منطقة السالمي 27 درجة مئوية، بالنسبة إلى الجزر 29 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تكون حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مثيرة للغبار خاصة على بعض المناطق، الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وأيضا راح تظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر الليلة جدا مناسبة لممارسة أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 1 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. حين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر، العظمى في مدينة الكويت 46 درجة مئوية، كذلك جنوبا في مزارع الوفرة وفي مزارع العبدلي 46 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 47 درجة مئوية، في منطقة السالمي وبالنسبة إلى الجزر 45 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تكون حارة نسبيا وراح تظهر السحب المتفرقة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر كذلك راح تكون جدا مناسبة لممارسة أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 1 إلى 4 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الحمل. الحين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت الصلاة. أما بالنسبة مشاهدين إلى الطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الأحد أجواء حارة نسبياً ورح تظهر بعض السحب المتفرقة، درجة الحرارة العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، ورياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. في يوم الاثنين مشاهدينا أجواء راح تكون حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الغربية، العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية. بالنسبة مشاهدينا إلى يوم الثلاثاء أجواء راح تكون حارة نسبيا ومثيرة للغبار خاصة على المناطق الشمالية، العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. في يوم الأربعاء أجواء راح تكون حارة نسبيا ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، العظمى في يوم الأربعاء 44 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، ورياح جنوبية شرقية قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا خلكم معانا لمعرفة تفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.